حفاظ الفيدرالي على السياسة النقدية دون تغيير وإشارته إلى أن معدلات الفائدة ستبقى عند هذه المستويات الحالية الصفرية لفترة طويلة من الزمن حتى تعود معدلات التضخم والوظائف إلى مستوياتها المستهدفة من قبل الفيدرالي. سوف نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن فقط نذكركم أيضا بما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته قد تكشف قريبا عن خطة لمساعدة شركات النفط الأمريكية، وأوضح وزير الخزانة ستيفن مينوتشن أنها قد تتضمن إضافة ملايين البراميل من الخام إلى الاحتياطيات الوطنية، وهي طبعا في وذلك في ظل انهيار الطلب العالمي بفعل جائحة فيروس كورونا. بكل الأحوال مشاهدينا، طبعا هذا ما كان قد عرضه سابقا الحزب الديمقراطي، لأنه لا يريد أن يخصص مبالغ كبيرة بالنسبة لشراء النفط الأمريكي وتخزينه كجزء من SPR. سوف نتحدث عن هذا الموضوع. دعونا نذهب إلى ضيفنا حبيب عقيقي، كبير استراتيجي الأسواق في شركة تريبيديا. أهلا بك حبيب معنا. يعني دعنا نبدأ أولا من كيف تلقت الأسواق ما تحدث به جيروم باول البارحة؟ الحفاظ على السياسة النقدية كان مسعر، ولكن النبرة التي تحدث بها عن إبقاء معدلات الفائدة مصفرية لفترة قد تكون طويلة من الزمن حتى يعود الاقتصاد لمستهدفه من قبل الفيدرالي، كيف برأيك ينظر المستثمر إلى هذه التصريحات، وخصوصا بأنه خلال الفترة الماضية كنا نشهد كأن هناك فقدان ثقة من المستثمر بقدرة الفيدرالي على إعادة تصويب الوضع الاقتصادي الأمريكي؟ نعم، المستثمر ينظر بتعجب إذا فينا نقول أداء أسواق الأسهم لا تتماشى أبدا مع الأداء الاقتصادي. نشوف ارتفاع بمؤشرات الأسهم إلى تقريبا قرب مستويات القياسية بظل التباطؤ الاقتصادي، أو بعبارة أخرى توقف الحركة الاقتصادية بشكل تام. 30 مليون شخص فقد وظيفته بالست أسابيع الأخيرة. قراءة الناتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجع 4.8% بأكبر وتيرة تراجع ب 12 عام للربع الأول، والآتي أعظم. نتوقع أن تظهر التداعيات الفعلية للفيروس بقراءة الناتج المحلي للربع الثاني، لأنه توقف الاقتصاد بمنتصف شهر مارس، وبالتالي التداعيات الحقيقية ستظهر بالربع الثاني. نتوقع المحللين تراجع من 30% إلى 40%، وبالرغم من ذلك مؤشرات الأسهم ترتفع. برميل النفط 13-14 دولار سعره، والأسهم ترتفع. شركات الطيران متوقفة عن العمل، المطارات مغلقة، وأسهم شركات الطيران ترتفع. السؤال هو كيف ولماذا؟ العملية بسيطة، الشركات تبيع سنداتها، أو بعبارة أخرى تقترض من البنوك المركزية التي تقوم بطباعة العملة من دون سقف أو رقابة، لتعود بعدها وتشتري أسهمها على أسعار متدنية، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم. وهذه العملية ستستمر إلى حين توقف التدفقات النقدية. يعني هو هذا ما كان يعارضه الحزب الديمقراطي، بأنهم لا يريدون أن يقدموا نوع من البيل أوت للشركات الأمريكية ويضخوا هذا الحجم الهائل من السيولة في حين تقوم هذه الشركات بشراء أسهمها وعمل الشيرز باي باك. ولكن دعني أعود معك للحديث عن النفط، بما أنك ذكرت موضوع الانكماش الحاد الذي شهدناه في الطلب. اليوم عم نلاحظ أنه المخزونات الأمريكية بدأت تظهر نوع من إشارات التعافي، يعني المخزونات النفطية ارتفعت 9 مليون برميل للأسبوع الماضي، أقل من 10.6 مليون برميل اللي كانت متوقعة. والملفت بأنه مخزونات الغازولين تراجعت 3.7 مليون برميل عن المستويات التاريخية اللي وصلنا لها في الأسبوع ما قبل الماضي. هل هي بداية عودة الطلب على النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، أو لا يمكن التعويل على هذه البيانات كمسار طويل أجل؟ من المنكر التعويل على هذه البيانات للمدى البعيد، لكن خلينا نوضح شغله. عمليه تراجع اسعار النفط اسبابه باتت واضحه، تخمي بين المعروض تراجع حاد بالطلب وعدم تواجد قدره لتخزين
النفط ان كان من قبل الدول او حتى الشركات المنتجه او المستهلكين، لكن عمليا هذه الاوضاع لن تستمر الى فتره طويله. بنهايه المطاف المنتجين ان كانوا دول او شركات سيلجأوا الى تقليص الانتاج او حتى ايقاف الانتاج تماما للسيطره على المعروض. كذلك الامر مع زوال التداعيات كورونا وعودة النشاط الاقتصادي سيرتفع الطلب من جديد، وبالتالي سترتفع الأسعار، لكن لا أتوقع أن ترتفع الأسعار فوق مستويات الـ 35 إلى الـ 40 دولار بالسنوات القادمة. الأزمة الاقتصادية ما زالت ببدايتها، والنفط لم يشهد ارتفاع حاد بالطلب. جميع الدول والشركات والمنتجين يلجأوا إلى الطاقة البديلة إن كان الطاقة النظيفة أو الطاقة النظيفة. دعني أسألك أيضا، الطلب على النفط يتراجع عام بعد عام. طيب نعم. بشكل سريع حبيب، هناك حديث عن أنه قد يتم شراء جزء كبير من النفط الأمريكي وتخزينه بالأس بي آر، هل سيوافق الكونغرس على هذا المقترح؟ عفوا ما بسمعك مزبوط. أتحدث عن المقترح الأمريكي ومقترح وزير الخزانة بأنه سيتم شراء جزء من الإنتاج النفطي الأمريكي وتخزينه كجزء من الأس بي آر أو الاحتياطيات الاستراتيجية. الحزب الديمقراطي سابقا عارض هي الفكرة، هل من الممكن أن يوافق عليها اليوم؟ حتى إذا وافق على هذا الموضوع هذا لن يكون الحل الطويل الأمد لأسعار النفط. يعني عملية البيل آوت أو دعم شركات النفط هو أصبح أمر حاصل. لا يمكن للسماح بهذه الشركات الكبرى أقله على الديفولت أو على التعثر. طبعا ممكن كمان هنا، بس خليني أشير إلى شغلة، أنه هالدعم أو هالتحفيز النقدي ممكن يؤدي لأزمة جديدة بعنوان الديون المتعثرة أو النون بيرفورمينج لونز لدى المصارف. إذا فعلا انتقلت الأزمة إلى المصارف سنشهد أزمة كبيرة جدا. صحيح، شكرا لك حبيب عقيقي، كبير استراتيجي الأسواق في شركة ريفيديا. بكل الأحوال يعني بالفعل ربما الانكشاف الكبير لشركات النفط الأمريكية على البنوك قد يدخل البنوك في أزمة مالية في حال تعثرت. فاصل قصير ونعود مع جولة على أداء المؤشرات الخليجية العاملة إلى الآن.